من اللحظة التي أزاحت فيها تيريزا الستائر، عرفت أنه سيكون يوما جميلا. سيجرى الزفاف في الحديقة مع ترتيبات طارئة في غرفة الجلوس الفسيحة إذا هطل المطر، لكن السماء كانت صافية. اعتقدت تيريزا أن رالف يحب أن يتزوج في أم هولي، لكن ماري هانتر أصرت على أن يتم الزواج في بيتها. وقد عرفت تيريزا أن ما يعز على قلب جدته هو هام لرالف. لقد وقف ينتظرها بقامته الممشوقة وهي تتجه نحوه بثبات تلهفا إلى اللحظة التي ينتظرانها. هلو حبيبتي. أدار رأسيهما إلى الأمام ثم بدأ الاحتفال، وبعد دقائق أصبحا زوجا وزوجة. مرت ساعة أو ساعتين وتذكرت تيريزا فقط دموع الفرح في عيني والدتها وقبلتها وهمستها. كوني سعيدة يا حبيبتي. ماري هانتر عانقتها، أخذت تتقبل تهاني الضيوف، وكانت باتسي أكثرهم إثارة. فتحت زجاجات الشامبانيا وجرى تقديم الطعام. الأحاديث والضحكات ملأت الجو، مما أضاع هدير أمواج المحيط غير المنقطع. ضيفة واحدة برزت، ثريدا بثوبها الحريري الأحمر المقلوب مع كل انحناءة من جسمها. وجهت ابتسامة مشرقة نحو تيريزا وقبلة باردة على كل خد قبل أن تقول لها: هل لديك مانع لو قبلت العريس؟ بالطبع لا، قالت تيريزا بكرم وقد غمرتها السعادة. تقدمت فريدا لتطبع قبلة على شفتي رالف، قبلة كانت مختلفة تماما عن القبلة التي قدمتها للعروس، لكن تيريزا لم تكترث. تهنية يا حبيبي، قالت فريدا، أرجو أن يثمر زواجك، أليس هذا ما تريده؟ نظر رالف إليها بجمود. هذا كل ما يتمناه كل عريس على ما أعتقد، لكنك تريده زواجا خاصا وكذلك جدتك. ظل رالف صامتا. إذا كانت تقصد بملاحظتها أن تثيره فإنه لن يبتلع الطعم، إنه رجل لا يمكن اللعب به. خطرت هذه الفكرة لتيريزا وهي في غمرة سعادتها. وفيما كانت تيريزا تراقبها وهي تسير، شعرت برعشة مفاجئة من الانزعاج. فقط للحظة فقد اليوم بعضا من بريقه بسبب وجود فريدا. ثم امتدت ذراع وطوقت خصرها بقوة وقال رالف: متعي نفسك يا تيريزا، هذا هو يومك. بعد الظهر بقليل غادر العريس والعروسة حفلة الزفاف بهدوء، عاد إلى أم هولي وأوقف رالف السيارة على مرتفع بحيث تستطيع تيريزا أن ترى البيت والبساتين المحيطة به. إن أفضل وقت عندي اليوم هو وقت قدومك إلى البيت، قال رالف بنعومة. لقد كنت أتمناك طول هذا اليوم، قالت تيريزا. وأنا أيضا. هل تعتقدين بأنني كنت أفكر في شيء آخر؟ قال بصوت متهدج رالف. ليس الآن يا أعز مخلوقة، إنني أتلهف إليك، لكنني لا أريد أن أريدك في الفراش، في فراشنا. ابتسم إليها. أعتقد بأنني قد حصلت على هذا الحق أخيرا. كان هناك صمت. تيريزا ما زالت إلى جانب رالف. البيت كان خاليا. لاتيتيا مدبرة المنزل بقيت في بيت الجدة، ونظرا لأن عائلتها في القرية فقد أعطاها رالف إجازة لمدة أسبوع لكي يظلا لوحدهما. كان رالف خبيرا، أدركت ذلك عندما بدأ بمغازلتها. لقد بدأ قانعا بأنها ستتبعه إلى حيث يقودها. حملها بين يديه وجلس إلى جانبها، وما هي إلا دقائق حتى حلقا معا في سماء الحب، وسرعان ما شعرت بالسعادة. بعد ذلك رقدا معا بهدوء. هل أنت سعيدة؟ إنني سعيدة جدا، لدرجة لو أنني مت اليوم فلن أندم. الأيام التالية التي قضياها في أم هولي كانت مدهشة. رالف لم يعمل، بل كانا يسبحان في البركة ويسترخيان في الشمس ويتناولان الطعام الذي كانت لاتيتيا قد وضعته في الفريزر. لقد كانا في غاية السعادة في الفراش وخارجه. ماري هانتر وباتسي ظلتا بعيدتين عن أم هولي. لقد عرفتا أن تيريزا ورالف يفضلان البقاء لوحدهما.
عرفتا بأنه لا داعي للعجلة، إن أمامهما الكثير من الوقت لكي تجتمع العائلة مع بعضها. وبعد مرور يومين فيما كانت تيريزا تطل من النافذة، سألته: رالف، أخبرني عن مارك، هل هو حقا يقع في حب كل فتاة؟ فقط الفتيات الجميلات. الوجه الجميل والقوام الممشوق، قالت باتسي. تلك هي قصته لغاية الآن، ولم يكن جادا تجاه أي واحدة منهن. لم يكن لديه الوقت ليكون جادا، فقبل أن يشعر بالجدية حيال فتاة تظهر فتاة أخرى على المسرح. هل هذا هو سبب اقتناعك بأن أليزا قد لجأت للغش والخداع؟ انتظر رالف لحظة قبل أن يجيب: هذا ما اعتقدته، قال معترفا. هل هذا تردد ما ألاحظه في صوتك؟ استدار زوجها نحوها والابتسامة في عينيه. النساء لسن وحدهن فقط اللواتي يبدلن رأيهن يا حبيبتي، لقد بدأت أتعجب إذا كانت أليزا مثلك. حبست تيريزا أنفاسها. يومان من الزواج، يومان كاملان من الحب والضحك والمشاركة والحديث، ولغاية الآن لم يقل رالف أنه يحبها. هل سيقول هكذا الآن؟ لكنه صمت. أخيرا قالت تيريزا: إذن مارك هو حقا كازانوفا. ضحك رالف: لكنه ليس رديئا، إنني بالفعل مغرم جدا بالشقيق الصغير، ولماذا لا؟ لكن بدأ أكثر فأكثر بأنه لم يكن الرجل المناسب لأليزا. إن زواجهما لن يدوم، يجب أن تلحق بشقيقتها حتى لو كانت أسبابها تختلف عن أسباب والدتها. تيريزا. كان وجه أليزا صورة من الدهشة عندما اقتربت السيارة من كوخ الشاطئ ورأت شقيقتها تخرج منه. بحق السماء، كيف وجدتني؟ هل كنت في أم هولي؟ لم أعرف أنك قابلت رالف. توالت الكلمات من شفتيها، عانقتها تيريزا. هناك أشياء كثيرة لا تعرفينها، أنا ورالف قد تزوجنا. تزوجتما؟ متى؟ منذ يومين. أنا لا أصدق، هذا غير معقول. أعني إنه لم تكن عندي فكرة حتى بأنكما تعرفان بعضكما. نظرت أليزا إلى رالف: عندما نتزوج أنا ومارك فإنك ستكون شقيقي بطرق عديدة أكثر من واحدة. تيريزا ورالف تبادلا النظرات والتي ضاعت على أليزا وهي تتابع. يجب أن أنادي مارك، إنه سيفرح كثيرا. مدت تيريزا يدها لتوقفها: أليزا انتظري. لكن أليزا كانت قد ذهبت، شابة نحيلة جميلة وبرونزية داكنة بعد أيام في الشمس. نظرت تيريزا خلفها بتعاسة. استدارت نحو رالف: هل رأيت عينيها؟ خضروان كعينيك، إنها مشعة، لم أرها هكذا من قبل. إنها تحب مارك، قالت تيريزا بصوت منخفض. ربما، قال رالف ببطء، يجب فقط أن تدعيهما. نظرت إليه: لقد قلت نفس الشيء في السيارة، مع ذلك منذ فترة حالتك تغيرت. لقد قلت لك أنني غيرت رأيي، أعتقد أنني معجب بشقيقتك الصغيرة. من الواضح أنه لم يفهم أنها لم تكن أليزا، بل مارك هو الذي كان موضع اهتمام تيريزا. لقد كانت تفتش عن طريقة لبقة لوضع الفكرة في كلمات عندما أليزا وشاب خرجا من الكوخ يدا بيد. رالف، ضرب مارك يده بفرح على كتف شقيقته. تقول أليزا بأنكما تزوجتما، هل هي تمزح؟ لا، دعني أقدم إليك عروستي، قال رالف مبتسما. بطرق ما رأت تيريزا حالا أن مارك كان صورة مصغرة عن شقيقه، أصغر بكثير لأن رالف كان في أوائل الثلاثينات بينما مارك لا يتعدى 23. نفس العيون ونفس الشعر الداكن ونفس الطول والحواجب ونفس القوة الجسدية. من النظرة الأولى بدا مارك بحاجة إلى القوة والسلطة والعزيمة التي يمتلكها شقيقه بوفرة. ومضت عينا مارك وهما ترمقان تيريزا من رأسها إلى أخمص قدميها بإعجاب. لم يحاول إخفاء اهتمامه أو إعجابه. جميلة جدا، قال وهو ينظر إلى وجه تيريزا مرة أخرى. إنها حقا جميلة، لقد أمضى شقيقي معظم حياته وهو يتجنب الزواج،
إنني أستطيع أن أرى كيف تمكنت من جعله يفكر بطريقة مختلفة. لم تستطع تيريزا مقاومة الضحك. أنت وشقيقك لديكما أشياء مشتركة. رالف أيضا ينظر إلى الأنثى من ناحية الإغراء. هل فعل ذلك الآن؟ كانت هناك ومضة في عيني مارك وهو يستدير نحو رالف. هل حضرت فريدا حفلة الزفاف؟ كان هناك الكثير من الضيوف. جاء الرد بسرعة. يجب أن تكون الجدة قد متعت نفسها، وسيكون هناك زفاف آخر قريبا جدا. واستدار مارك ثانية نحو تيريزا. إنني بعد لم أرحب بشقيقتي الجديدة في العائلة، قال هكذا وأخذ يدها بيده وانحنى ليقبلها على الشفتين. دامت القبلة ثانية، لكن اليد التي تمسك بيدها دامت فترة أطول. كانت تيريزا هي التي سحبت يدها أولا. يجب أن تكونا عطشانين، قال مارك. ادخلا إلى الكوخ، عندي كمية من العصير والليموناضة. وضع ذراعه حول كتفي أليزا. هل بقي عندنا كعك يا صغيرتي؟ إذا لم تكن قد أكلته كله الآن. كانت ضحكة أليزا مرحة. إن رجلي هذا شريه تماما. كان النهار قد انتصف وكان الشاطئ حارا جدا، لذلك فضلوا الارتياح على فيراندا الكوخ. الأختان شربتا الليموناضة فيما الأخوان شربا العصير، وكان هناك ما يكفي من الكعك لأربعتهما. كانت أليزا بكل تأكيد فتاة غارقة في الحب. لاحظت تيريزا ذلك في بريق عينيها، لكن مارك كان لعوبا وقد اكتشفت تيريزا ذلك بنفسها. لقد كان فعلا كازانوفا بدون شك. ما الذي جاء بكما إلى الكوخ؟ سأل مارك أخيرا. كانت تيريزا تعجب متى سيأتي هذا السؤال. جئنا نبحث عنكما، قالت بفرح. لكي نترك المكان؟ بدا صوت مارك مندهشا. شيء من هذا القبيل. وقفت أليزا. لن نذهب أليزا، بدا العناد واضحا في الوجه الجميل الذي عرفته شقيقتها. سنبقى هنا يا تيريزا. الماما قلقة عليك، إذا لقد أرسلتك خلفي، ترددت تيريزا ثم قالت. أعتقد أن من الأفضل لك أن تعودي إلى البيت. مارك وأنا سنتزوج بدون الماما، بدون عائلة مارك. تهربين هكذا، فالأشياء لا تتم بهذه الطريقة. هل والدتك ستمنحنا موافقتها وبركتها؟ سأل مارك. ربما بدون بركتها، لكن عندما تبلغ أليزا 18 فإنها لا تستطيع أن تحجب عنها موافقتها. أنت تعلم ذلك. إنها قد تصعب الأمور، هذه الطريقة هي الأفضل، قالت أليزا. نظرت تيريزا إلى شقيقتها لحظة طويلة، رأت التحدي في عينيها الخضروين. الأفضل إنهاء الحديث الآن، هكذا قررت. لا يمكن إنجاز شيء باستمراره. كان رالف ذو عقل مماثل لأنه غير الموضوع وراح يخبر مارك عن المزرعة وعن الأشجار التي طالتها تيريزا في غيابه، وفي وقت قصير جعل الجميع يضحكون. هل ستعودان اليوم؟ سأل مارك بعد فترة. لا، أعتقد أننا سنبقى يوما أو يومين، لقد نسيت كم هو جميل هنا. التقت عيني رالف بعيني شقيقه. إنها فرصة مناسبة لي لأذهب إلى مزرعة جاني لاندسمان، هناك موضوع أريد أن أناقشه معه. ربما كان ذلك صحيحا وربما لا، لكن كان هناك شعور لدى تيريزا أن السبب الأساسي لرالف للبقاء فترة أطول في الكوخ كان لإعطائها فرصة للتحدث ثانية مع أليزا، وقد كانت شاكرة له. بعد الظهر خرجت تيريزا مع رالف في مشوار على الشاطئ. عندما وصلا إلى الرمل خلعت حذاءها ووضعته على كتفيها وبدأت تسير معه يدا بيد. من الطبيعي أن تيريزا استمتعت بكل دقيقة في المشوار. اليد التي تمسك بيدها ضغطت عليها. أنت متوترة يا حبيبتي، ألا يمكنك أن تحاولي الاسترخاء؟ سأحاول، وعدته. هل أنت قلقة بخصوص أليزا؟ قليلا. أنت لا تريدينهما أن يتزوجا؟ بعد فترة على الأقل. إن هذا لا ينجح دائما، يجب علي أن أحاول، قالت أخيرا بصوت منخفض. لقد كانت عندي أسبابي الخاصة لعدم الثقة بأليزا في البداية،
يهمني أن تخبريني ما الذي لا يعجبك في مارك. لست متأكدة إذا كانا مناسبين لبعضهما. ربما ستتأكدين بعد يوم أو يومين. لقد عانيت ما قلته حول بقائنا فترة أطول. أمسك رالف بيدها وقبلها، وبعد ذلك أخذ يقبلها في شفتيها، فالتهبت النيران في أوصالها، وكل أفكارها حول أليزا طارت من ذهنها.